السلام عليكم البنات والميمات، كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم قناه لطيفه. ودابا نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم غنتشارك معكم الطبيله كيف ما تعودتوا معايا دائما، وصفات سهله وبسيطه وسريعه. بصراحه الوصفات ديال اليوم سريعه بزاف، خفا زربا كيوجدوا. المهم بقاو معايا، تابعوا جميع المراحل وما تنساونيش حبيباتي، ما تنساونيش مخدمات الفيديو، خليوا واحد اللايك لختكم واشتراك وتعليق محفز. ودابا نبداو على بركه الله، وغنوجد معكم التحليه بنكهه البرتقال والطبقه الثانيه تحليه بعصير البرتقال. ودابا نبداو على بركه الله، غنوجدوا التحليه. غنحتاجوا سترو ديال الحليب وجوج معالق ديال النشا، ممكن تعوضوهم بالغبره ديال او البودره ديال الكريم باتيسيير. وغنحتاج واحد الفلو وهي النكهه اللي بغيتو، وواحد شاس ديفاني، وثلاثه المعالق ديال السكر، وواحد البرتقاله. ودابا نبدا على بركه الله، غنخوي شويه ديال الحليب ونخلي شويه حتى نخلط هاد العناصر اللي عندي. غنضيف النشا كيف ما قلت لكم جوج معالق، ونزيد شاس ديفاني، وغنزيد هاد الفلو الزرق ديال درهم، وانتم زيدوا اي فلو متوفر عندكم. وغنزيد سكر سنيده ونحرك الخليط حتى يتجانس، ونزيد الحليب اللي باقي ليا من السيترو. صافي، ونوضع الخليط فوق النار ونبدا نحرك تحريك المستمر. هنايا بعد ما بشرت الليمونه، خديت القشره ديالها البرتقاليه غنكه بها التحليه. صافي نبقى نحرك حتى تبدا تعقد. وهنايا التحليه صافي بدات كتعقد، طفيت عليها البوطه. غنزيد واحد المعلقه ديال الزبده، ما عمرش مزيان، اي زبده كانت متوفره عندكم ديال البواطه اولا ديال العبار اللي كان عندكم خدموا به. صافي نخلط مزيان. فعندي هاد الكؤوس فانا غسلتهم ونشفتهم، خديتهم اليوم بكية بخمسة ديال الدراهم، ستة بعشرة الدراهم، ثلاثة كيكونوا في البكية. هاد البكية هكا كيكونوا فيها ثلاثة بخمسة ديال الدراهم، بصراحة زوينين للتحليات. خديت ستة بعشرة ديال الدراهم، بصراحة رخاص وزويونين. خديتهم اليوم في السوق الأسبوعي. صافي بعد ما خلط غنبدا نوزع التحلية في الكؤوس، فهي منكهة بالمذاق ديال البرتقال. وهنايا عصرت الليمون البرتقالة اللي وريتكم، هادشي اللي عطاتني ديال العصير، كأس إلا ربع تقريبا، كنوضعو في الكاسرونة. وغنزيد نصف كأس كبير ديال الماء، غنخلطو مع هاد العصير، ونزيد جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، جوج معالق كبار. والسكر دائما كيبقى على حسب الذوق، زيدو أو نقصو. ونزيد جوج معالق ديال النشا او ملعقه ونصف، المهم على حسب الرغبه ديالكم، جوج او ملعقه ونصف. صافي كنخلط مزيان ونوضع الكاسرونه فوق النار حتى كتعقد. ودابا بعد ما عقدت لي التحليه ديال عصير البرتقال، كنزيد واحد شويه ديال الزبده باش كتخلي التحليه كريميه كيف ما كتشوفوا معايا. فانا خليت التحليه الاولى حتى عقدت، صافي قبطات راسها مزيان في الكيسان. عاد كنزيد الطبقه الثانيه، بصراحه كتجي تحليه زوينه بزاف ولذيذه، فجربوها ردوا عليا الخبر. صافي نغطيها ببلاستيك غذائي وندخلها للثلاجة. وهنايا غنبدا ان شاء الله في العجين ديال البريوش. هاد العجين ديال هاد البريوش معتمد عندي، عندي ثلاثة ديال الكؤوس ديال الطحين الابيض او الفرش الخاص بالحلويات، وعندي ربع كاس ديال زيت نباتيه، وقبيصه ديال الملح، وملعقه صغيره ديال الخميره المعجونه، ممكن ديروا حتى الفوريه اللي متوفر عندكم ديروه، ومعلقه كبيره ديال سكر سنيده، ممكن ديروا حتى المعلقه ونص ديال سكر سنيده، واحد شاس سيفاني حتى هو كيبقى على حسب الرغبه، الا ما بغيتوش تزيدوه ما تزيدوش. وغنحتاج نصف علبه ديال هاد اليوغور طبيعي، وممكن ديروا حتى يوغور ديال الفاني ماشي مشكل، اللي متوفر عندكم خدموا به.
ودابا نبدا على بركه الله غناخذ هنايا الخميره ونزيد عليها سكر سنيده وغنزيد هذا الزيت ونزيد شويه ديال الماء الدافي نخلط مزيان ونضيف شاصي فاني وغنزيد نصف يوغور او دانون مسوس نصف علبه صافي وكنحرك مزيان وغنبدا نزيد الطحين بالتدريج واكيد غنزيد القبصه ديال الملحه فوق الطحين صافي وكنبدا نعجن فغندير هاد ثلاثه ديال الكؤوس ديال الطحين كاملين او 300 غرام ديال الطحين كلها وغنزيد شويه ديال الماء المهم العجين ما كيخصوش يجينا قاسح بزاف وما كيخصوش يجينا مرخوف بزاف يجي واحد شويه كيتلاصق وقبط راسو وهنا دلكتو شويه مزيان صافي هذا هو القوام ديال العجين فكيبقى واحد شويه كيتلاصق صافي غندهنو بشويه ديال الزيت النباتيه ونخليه يخمر والعجين ديال البريوش بعد ما خمر بصراحه كيجي خفيف ومهوي وزوين وكيتنبل بصراحه كيجي ناجح كيف ما كتشوفوا صافي غنوضعو فوق سطح العمل اكيد سطح العمل منقي فانا غسله من قبل ومنشفاه صافي كنخرج الهواء من العجين وكنشكل العجين ديالي كامل على شكل كره ديال العجين بصراحه كيجي منبل وخفيف صافي وكنبدا نسرح كنبسطو على شكل مربع ودابا بسطت العجين على شكل مربع فالسمك ديالو تقريبا شي سنتيم المهم كناخذ الشوكولاته ديال الدهن وكنبدا نطليها على الوجه ديال المربع كامل كنحاول نوزعها ما كنكثروش الشوكولات بزاف المهم القياس صافي وكنبدا الرولي وندور العجين بهذا الشكل فالطريقه سهله وواضحه صافي كنحاول نلصق هذا الاخير ديال العجين مزيان كيف ما كتشوفوا معايا وكنرد هذه الجهه لتحت صافي وكنخلي واحد المسافه كناخذ موس ماضي وكنبدا نقطع غنقطع العجين ديالي من الوسط على اثنان كامل حتى لتحت حتى كنقسمه وكنبدا نلويه الطريقه سهله كنبدا نلويه بهذا الشكل صافي وكندوره وكنحاول نزديه صافي كنجيب لاطا ديال الفرن مفرشه بورق الطبخ مدهونه بشويه ديال الزيت صافي وكنحط البريوش ديالي وهنا عندي صفار بيضة غندهن البريوش كنزيد عليه شويه ديال الخل باش كتحيد الزفوره ديال البيض صافي فالبريوش بدا كيخمر ها هو شويه تنفخ صافي كندهنو مزيان كنحاولو ما نضغطوش حيت هو بدا كيطلع في الخميره باش ما يتفش صراحة كيجي بريوش لذيذ بزاف ورائع اكيد الا جربتوه غتعتمدوه فهو كيجي زوين وسريع في التحضير دغيا كيوجد غنكمل ندهن البريوش ديالي مزيان ونخليه يزيد يخمر عاد نطيبو ونرجع معاكم وهنايا البريوش ديالي هو هذا بعد ما طيبته بصراحه كيجي زوين بزاف وكيجي خفيف وقطني كنتمنى يكون واضح ليكم هانتوما هانتوما راه غير الشوكولاط هذا اللي داب راه ما محروق ما والو كيجي زوين بزاف ومحمر بصراحه كيجي لذيذ يمكن لكم انكم تدهنوه بالكونفيتير انا ما غندهنوش صافي غنخليه غير محتفظ بهذا الشكل هكا وهنايا على بركه الله عندي نص كيلو ديال الكفته 500 غرام ديال الكفته وغنحتاج هنايا التوابل ان شاء الله غنوجدوا الكفته في الكوكوط بطريقه سريعه وكتجي لذيذه ومعلكه بحال لا مشويه وهي طيبه غير في الكوكوط المهم تبعوا معايا جميع المراحل غنحتاج هنايا نص معلقه صغيره ديال التحميره
نص معلقه صغيره ديال الخرقوم وشويه ديال الابزار او على حسب الذوق. وغنحتاج هنايا نص معلقه او شويه ديال سكينجبير، وغنحتاج شويه ديال الاعشاب المنسمه الا ما كانوش عندكم صافي ما ديروهمش. والاعشاب المنسمه هما الزعتر والزعتره وازير وورق الرند. صافي طحنتهم، اكيد كنغسلوهم وكنشفوهم عاد كنطحنوهم، وكيكونوا عندنا باودر على هذا الشكل، وكنبقاو نديروهم هكا في الشهيوات ديالنا، فهما صحيين والملح على حسب الذوق. المهم غنزيد العناصر ديالي فوق الكفته، وغنزيد قزبور ومعدنوس مقطعين وواحد الفص ديال الثوم محكوك. الا بغيتو ديروا الثوم، الا ما بغيتوش فهو مكروه في رمضان، المهم اللي عجبكم. وضفت واحد البصيله مقطعه مربعات. صافي كنبدا نخدم بيديا مزيان الكفيته، وهنايا كنزيد واحد المعلقه ديال زيت نباتيه في الكوكوط، وكنفرش البصله مقطعه دوائر في القاع ديال الكوكوط، وغنزيد واحد مطيشه مقطعه دوائر حتى هي من الفوق، والملح حسب الذوق. وهنايا عندي نص معلقه ديال الكمون فانا نسيته، وكنبدا نشكل الكفيته ديالي على شكل اصابع. وهنايا بعد ما شكلت الكفيته ديالي كلها على شكل اصابع، صافي غنسد الكوكوط وغنوضعها فوق النار، وغندير ليها الصفاره ونخليها على عافيه متوسطه حتى تبدا تصفر، ونقص عليها النار مزيان، نخليها غير شميعه مده ربع ساعه، ونطلع على الكفيته ديالنا ان شاء الله غتكون وجدات. وهنايا عندي لي بات اللي انايا سلقاها كيفما كتشوفوا معايا، بعد ما سلقتها في شويه الماء والملحه كنغطيوها مزيان بالماء، وكنزيدوا شويه ديال المليحه واحد القطيره ديال زيت الزيتون صافي، وكنسلقوها. من بعد كنصفيها وكنخوي عليها الماء البارد صافي، وكنخليها تسقطر. ودابا حطيتها في هذا البول، وعندي هنايا واحد النص ديال الخياره والطوماط سوريز والخس اللي انا غاسله الخس، فانا مرقداه في الماء مع الخل من بعد ما غسلته ومن بعد شللته مزيان. وعندي واحد البصيله صغيره صافي، غنقطعهم كاملين ونزيدهم على لي بات. وبالنسبه لي بات ديروا اي نوع كان عندكم، صافي انا اختاريت ندير هذا النوع اللي عندي. قطعت الخس رقيق وحتى الخيار، وغنقطع طوماط سوريز على ربعة، ونستمر حتى نكمل. هنايا بعد ما قطعت كلشي صافي، جبت واحد الطبيطيله غندير واحد شويه ديال الخل، غنطيب واحد الصوص باش غنسقيو ان شاء الله السلطه ديالنا. جات معلقه صغيره ديال الخل، ممكن تعوضوه بالحامض، عصير الحامض، وغنزيد شويه ديال الابزار على حسب الذوق. الملح حتى هي على حسب الذوق، وغنزيد النصف ديال العلبه اللي كانت باقا ليا ديال دانون طبيعي، فهو جرى كان عندي في المجمد، وقبيله درت النصف ديالو استعملته في البريوش. ودابا كنكمل صافي، غنخلط هاد لاصوص وغنزيد عليها الزيت ديال الزيتون، ثلاثة معالق ديال زيت الزيتون، فالمايونيز كنعوضوه بيوغور طبيعي بدون سكر، بعد ما خلطت السلطه مع لاصوص اللي حضرت معكم قدمتها في هذا الطبق. ف
فهي كتجي لذيذه وزوينه فجربوها بصحتكم. وهنا بغيت نوجد العصير وكيف ما كتشوفوا معايا الكفيته صافي طابت بعد ما مرات ربع ساعه. عندي جوج افوكات صغار صافي غنقطعهم وننقيهم. وبعد ما نقيت الافوكات وضعتهم في الكاس ديال مولينيكس صافي كنضيف الكاس ديال المركز ديال الحامض، ممكن تعوضوه بالحامض صافي. وكنزيد شويه الماء وغنطحن. بعد ما طحنت العصير مزيان صافي غنزيد الماء على حسب الخطوريه اللي بغيت انايا في العصير، فانا كنزيد دائما اكثر من نص سيترو ديال الماء في العصائر. وهذه هي الطبيله ديال الفطور ديالنا، اللهم ادمها علينا نعمه واحفظها من الزوال. هادشي اللي قدرت نوجد هذا النهار، الله يجعل البركه. المهم عندي هنايا السلطه، نسيت الذره، المايس حتى الاخر عاد باش زدت شويه ديال المايس من الفوق. بصراحه كتجي لذيذه وبنينه، غير جربوها بالصحه والراحه. والعصير ديال الافوكا مع المركز ديال الحامض حتى هو كيجي لذيذ، ممكن تعوضوا المركز ديال الحامض بجوج حامضات بالعصير ديالهم. هذا هو الشكل ديالو. عندي الحريره فيت لي وتركتها معكم ما تشاركتهاش معكم، والخبز والبريوش بصراحه كيجي رائع، فغي جربوا هذا البريوش فكيجي قطني وخفيف بزاف، اكيد غيعجبكم. هذا هو الشكل ديالو، بصراحه راه كيجي لذيذ بزاف ما تشبعوش منه، وسهل وسريع في التحضير. وهنا الكفيته اللي تشاركت معكم، بصراحه هي كتجي لذيذه بزاف. هانتوما نقطع معكم شي وحيده، كتجي فتيه ولذيذه. وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وصيامكم مقبول ان شاء الله. ودابا كنقول لكم تهلاو في رياضكم وفي الصحيحه ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.